أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا، اليوم حلقتنا راح تكون عن محمد من الألف للياء، وهي سلسلة بدأناها مع أخونا بالحكم منذ فترة طويلة تقريبا. يعني بالبداية خلونا نرحب بأخونا بالحكم. أهلا وسهلا فيك أخويا بالحكم. أهلا أخويا جان، أرحب بيك وأسلم عليك وأسلم على يا ريت الجميع. علي صوتك ابو الحكم، ما عم نسمع صوتك. كيف أخلي ال يا ريت حط السماعات. لحظة بس أخلي السماعة وأكون جاهز. بس أعطيني لحظة، لأن يعني السماعة شوي بعيدة عني. معلش لحظة جيبها، انا ممكن اغطي، يعني نحن في حرب ممكن أوكي اغطي بدالك. اصدقائي اسف كثير، وبصراحه يعني نحن انا دخلت البيت حالا وما وزعت حتى رابط الحلقه، فما تاخذونا. وانا بتمنى من اصدقائي طبعا اللي عم يتابعونا يقدروا يوزعوا معنا الحلقه. وعلى كل حال اهلا وسهلا، بدي اصلا اطلع على اليوتيوب وين صرنا نحن اشوف. هاي ولا اشوف اذا دخلنا على اليوتيوب. طبعا اشوف مين معنا على اليوتيوب. اصدقائنا اللي معنا على اليوتيوب، في حال تسمعني اللي احسن؟ تسمعني احسن؟ الصوت جميل. هلا معنا جاستين، اهلا وسهلا فيك. الصلاة والسلام على مو مولانا سامعك. ابو الحكم وعلى نبينا جان. شكرا انا مو شكرا سامعك. حبيبي، شكرا لك جاست ثينك. اتمنى كل الناس بس ثينك يعني تفكر. على كل ابو الحكم تفضل، وانا راح ابدا اوزع الرابط. صوتك جميل. طبعا مثل ما بتعرفوا اصدقائي، الحلقه راح تكون تكمله في سلسله محمد من الالف الى الياء. تفضل ابو الحكم، الميكروفون معك والمحاضرة معك. اوكي، طبعا الحلقة اللي فاتت وصلنا إلى تزويج محمد من تزويج أبو خديجة لبنته لمحمد. وهذه الحلقة راح نبدأ بحلقة أخرى، باب ما كان يشتغل به محمد قبل أن يتزوج خديجة. يعني شنو كان شغله قبل ما يتزوج خديجة. يبدي هنا يقول: وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي هريرة قال: محمد ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. يعني هم على أساس الأنبياء كلهم كانوا رعيان غنم، وكان محمد نفس الشغلة عنده. يعني فهنا يثبت لنا أنه يردون أي شيء، يعني مثلا الأنبياء يشوفوه شيء جيد، مثلا إذا شافوا أنه راعي غنم إلى شهرة طبعا يلزقوا برسول الله ويصير هو من راعي غنم. المهم هنا يكمل يقول: فقال له أصحابه أنت يا رسول الله، يعني قالوا له أنت شنو هم كنت راعي؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط. يعني كنت أني اللي أعتقد قراريط هنا الفلوس إذا تصلحني جان، يعني يأخذ مبلغ من المال أصور على هذا الشيء. رواه البخاري. ثم روى البيهقي من طريق الربيع بن بدر قال: محمد آجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلوص. يعني همين كان يشتغل عند خديجة بسفرتين. أصور قلوص مدينة موجودة هناك بمكة. وروى البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابن عباس ان ابا خديجه، اسمعوا هاي كلام كلش مهم، ان ابا خديجه زوج محمد وهو اظنه بين قوسين قال سكران، يعني
احنا هاي احد الحلقات قلنا لكم طبعا الرواية بالكامل موجودة، ولكن هنا هذا من تفسير ابن كثير يقول انه ابا خديجة لما زوج بنته لمحمد كان سكران. طبعا محمد حسان مشهور، وما ادراك من محمد حسان، يعني مشهور بمصر جدا يعني. فهذا حكى القصة بالتفصيل كيف سووا الخطة محمد وخديجة انه يسكرون ابو خديجه، لانه ما كان موافق على محمد الى ان قبل انه يزوج بنته. فهنا الروايه مذكوره وهو اظنه قال سكران، يعني كان سكران لانه كان رافض. احنا شفنا الحلقه اللي فاتت انه محمد كان يدور حول الصنم، ما لمسه ولكنه كان يدور حوله. وهنا يشوف لنا انه اتفق، يعني اولا سوى خطه خبيثه مع زوجته خديجه انه يتزوجون مهما لا يسكر او ما يسكر، المهم عنده هو شو اسمه يتزوج بنته. وهي طبعا تعتبر من الخباثات انه تسوي خطه على الاب حتى يزوجك بنته يعني. ثم قال البيهقي أخبرنا أبو الحسين أبو الفضل القطان. نعم طيب أنت أرجع بعدين. ثم قال البيهقي، أنا بس في أصدقاء طلبوا مني الفيسبوك، على الفيسبوك بتاعي على الشات، أظن إيمي الأخت إيمي أظن. على كل حال الفيسبوك اسمه جان برو. طبعا في عندي حسابين، واحد ببرنيطة واحد ببوعة عادية، واحد بالأحمر واحد بالأسود وأبيض. فياريت إيمي تضيفيني على الحسابين، وأصدقائي كمان اللي ما بضيفني على الفيسبوك بيكون له النار، يعني قصدي له غرق في بحر الجلدة. على كل أنا بتمنى أصدقائي يضيفوني بالفيسبوك وضيفوني على حسابين حتى أقدر أتواصل مع كل الأصدقاء. أسف أبو الحكم تفضل. أوكي أنسوا ترى اسمعوا هذا كلامه يشاور اللي قالكم يا لازم تسوونه جان، لأنه ممكن جلدة الحنفية تغرقكم، يعني انتبهوا يعني. اسمعوا كلامه أحسن لكم يعني. حكي للأصدقاء اللي لا يؤمنون بالجلدة. لا لا لا، لازم يؤمنون، لازم يقدمون القربان إلى من. تفضل. أوكي. يقول ثم قال البيهقي أخبرنا أبو الحسين عن ابن عبد الله بن حارث حدثه أن عمار بن ياسر كان إذا سمع ما يتحدث به الناس عن تزويج محمد خديجة وما يكثرون فيه يقول أنا أعلم الناس بتزويجه إياها، إني كنت له تربا وكنت له ألفا وخدنا. يعني أني عمار بن ياسر يقول أني كنت موجود بهالقصة، أعرف عن هالمسألة كلها شلون صارت يعني. وإني خرجت مع محمد ذات يوم حتى إذا كان لما أقول محمد أعرف النبي يعني. فطبعا أنا ما مضطر أقول صلى الله عليه وسلم هالكلام الفارغ هذا. فاليدي لما أجيب اسم محمد يعني محمد هو النبي، وإذا محمد آخر راح أجيب الاسم الثاني إلى. وإني خرجت مع محمد ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة مدينة يمكن أجزنا على أخت خديجة وهي جالسة على أدم تبيعها، فنادتني، أي أخت خديجة كانت تبيع شغلة يمكن، فنادتني فانصرفت إليها ووقف لي محمد فقال أما بصاحبك هذا من حاجة في تزويج خديجة؟ يعني أختها سوت واسطة أنه تزوج أختها لمحمد، أكيد حاجين من الأخ الأخوات. فهي قال للعمر بن ياسر يعني محمد ما يريد يتزوج خديجة، قال يعني لو مو بايرة يعني كبيرة بالعمر طبعا، فهذا همين الشاب فتزوجها ليش لا يعني. قال عمار فرجعت إليه فأخبرته فقال بل لعمري، يعني من الله رادة، يعني محمد قال لعمري، يعني مثل ما احنا نقول يعني يوقع بإيدي مثلا، يعني أو أنا همين متمني هالشيء معناته يعني. فذكرت لها قول محمد فقالت
اغدوا علينا اذا اصبحنا فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذبحوا بقرة والبسوا ابا خديجة حلة وصفرت لحيته وكلمت اخاها فكلم اباه وقد سقى خمرا. شوفوا هنا جاي يجيبها بالتفصيل الشغلة. انطوه خمر وصفرت لحيته وكلمت اخاها فكلم اباه وقد سقي خمرا فذكر له محمد ومكانه وسألته ان يزوجه فزوجه خديجة. يعني شربوا المشروب وخلوه يزوجها. يعني اللي يشرب يكون يعني خصوصا لما يسكر ما يعرف يسوي، يعني اي شيء تقول له يقول لك ايه ما يخالف، وبعدين ثاني يوم يتذكر يعني يغير رأيه. وصنعوا من البقرة طعاما فأكلنا منه. هذا من ابن كثير يعني مو من عندي، اللي يريد يراجع قصة زواج محمد من هذا اكتب ابن كثير قصة تزويج محمد من خديجة وطلع لك إياه بالتفصيل. ونام أبوه ثم استيقظ صاحيا فقال ما هذه الحلة، يعني قام ومتعجب أبوها قال شنو هذا شم لبسيني هاي، وما هذه الصفرة وهذا الطعام، يعني شنو حاطي لي حنة على لحيتي وشنو هالأكل هذا، ما يعرف شنو القصة. فقالت له ابنته التي كانت قد كلمت عمران عمارا هذه حلة كساكها محمد بن عبد الله ختنك يعني الصور يعني شو اسمه يكون اللي من طيب انت ختنك وبقرة اهداها لك فذبحناها حين. منين جاب فلوس بقرة؟ ما تقول لي منين جبت فلوس بقرة اذا مو ذبحت خديجة. اهداها لك فذبحناها حين زوجته خديجة فانكر ان يكون زوجه. شوف انا ما جاي اتذكر الابي، انا القصة بالتفصيل جاي احكيها. فأنكر أن يكون زوجه وخرج يصيح حتى جاء الحجر وخرج بن هاشم بمحمد فجاءوه فكلموه. يعني صار يصيح بين الناس أي شلون وشون زوجتها، ويعني هو ما عنده أي خبر لأنه حس على نفسه أنه صاير شيء من وراه يعني لأنه سكره. فقال أين صاحبكم الذين تزعمون أني زوجته خديجة؟ وين هذا اللي تقولون عليه على اساس اني من طيب انتي؟ فبرز له يعني حتى ما جاي يتذكره، ما جاي يتذكر وجهه لانه هو اكيد داخل محمد بعد ما سكر، يعني لانه اذا قبل ما يسكر كان يذكره اكيد. ف بالسكره دخل محمد وسووا الخطه. فلما نظر اليه قال هسه واحد اذا يسويها بيك وقت بضميركم يا ناس، اذا واحد سوى بنيه سوت هيجي بهذا الوقت اللي احنا بيه، شو تقولون عنتو على المرأة اللي سوت هالشيء؟ شو تقولون على الرجال اللي اشترك بهالجريمة انه بدون علم الاب وبدون موافقته وتروحون تسكروا؟ يعني انتو شو تقول؟ ما تقولون عليه نذل هذا؟ ما تقولون عليه نذلة؟ ليش لعد هاي حلال هنا؟ المهم قال فقال أين صاحبكم الذي تزعمون أني زوجته خديجة؟ فبرز له محمد فلما نظر إليه قال إن كنت زوجته فسبيل ذاك، وإن لم أكن أفعل فعلت فقد زوجته. بس فرواية أخرى اللي حشام محمد بن حسان أنه قال أنا ما أقبل، فقال لا راح يعيروك أهل قريش أنك زوجتها حتى لو كنت سكران. هذا حكاه محمد حسان طبعا، وراح يعيروك بين القبائل فاضطر يوافق. وقد ذكر الزهري في سيره ان اباها زوجها منه وهو سكران، وذكر نحو ما تقدم حكاه سهيلي. قال المؤملي المجتمع عليه ان عمها عمرو بن اسد هو الذي زوجها منه وهو الذي رجحه السهيلي، وحكاه عن ابن عباس وعائشة قالت وكان خويلد مات قبل الفجار وهو الذي نازع تبعا حين أراد أخذ الحجر الأسود إلى اليمن، فقام في ذلك خويلد وقام معه جماعة من قريش ثم رأت
تبع في منامه ما روعه فنزع عن ذلك وترك للحجر الأسود مكانه. هذا مو مهم. يقول ذكر ابن إسحاق في آخر السيرين أن أخاه عمرو بن خويلد هو الذي زوجها محمد، والله أعلم. دائما والله أعلم ذاكرين. نوصل إلى فصل ذكر خديجة لورقة بن نوفل عن النبي. يعني لما حكت عن محمد أنه يمكن عن النبوة أو شيء، قال ابن إسحاق: وقد كانت خديجة بنت خويلد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وكان ابن عمها، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب. ورقة بن نوفل حكينا لكم عن ابن عم خديجة، مثل ما يقول هي وعمها دافلين سوا، مثل ابن عمها دافلين سوا مثل ما يقول. هو أم كان نصراني وكان يعني حتى منفصل عن المسيحية وإلى اعتقاد آخر، وهذا الاعتقاد هو وخديجة سوا لمحمد وخلوه يعتقد أنه هو نبي، وبعدين عرفنا كيف نشر الرسالة. قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها من قول الراهب وما كان يرى منه، إذ كان الملكان يضلانه. فقال ورقة: لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمد لنبي. يعني هاي حتى خديجة يعني ما كانت أصور، يعني من كلام ورقة بن نوفل هو قال لها إنه هذا قال لها نبي، فهي لما سوت لل شو يسموه تجربة أفخاذ خديجة لما قعدت على اليمين وعلى اليسار وبعدين قالت له أنت رسول الله، فهي كما هل حكي همينة ما أخذتها من ورقة بن نوفل، يعني قال لها هذا نبي، فهي همينة قالت له أنت نبي. وما كان يرى إنه الملكان يظلانه. فقال ورقة بن نوفل: لأن كان هذا حقا يا خديجة إن محمد لنبي هذه الأمة، قد عرفت إنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر هذا زمانه، وكما قال يستبطئ الأمر بعده كلام شعر، حتى وراء أكو شعر أذكر مو مهم إلي الشعر. راح نوصل طبعا أنا جاي أقرأ مثل ما موجود بتفسير ابن كثير، يعني يعني لا أقلل ولا أزيد، ممكن أختصر عن أو شغلات ما تهمني، بس ما أزيد ولا حرف من عندي نهائيا. ممكن أقول وجهة نظري، أشرح وجهة نظري، ولكن لا أزيد في القراءة مما مكتوب نهائيا، واللي يلقي عليه غلطة واحدة. والحكم هون شو بنقدر نفهم من قصة زواج محمد من خديجة؟ يعني نحكي مرة أخرى؟ لا الفهم نحن أنا وأنت كيف نفهمها؟ الله، نحن قريناها إنه سكروا أبوها وهي أخذته، وهو يعني قبلان إنه واحد عبي سكران عطى بنته مثلا الناس. لا أنا شرحت، راح أرجع أشرحها مرة أخرى حتى الفكرة توصل للناس. يعني أظنه إنه يعني قبل طالبها الخديجة، هي حاكي أبوها فهو رافض، فشو سووا؟ سووا خطة محمد وخديجة. يعني احنا ما نعرف، بس احنا نتوقع من النتائج اللي بينت اللي صار بينهم. مثلا قالت لخديجة انه انا ما يقبل بك، ما يريد. اتفقوا من هو اللي بدأ بالخطة، هي او هو؟ انا لا اعرف صراحة، يمكن هو يمكن هي، لانه احنا نحكي تخمينات يعني، ولكن الحدث حصل. أبويا ما يقبل بيك، فاتفقوا أنه هي تسكرة، ولما يكون سكران أثناء السكر يحضر محمد بهذا الوقت. والبقرة اللي قال ذبحها وما عارف إيش، طبعا هي دفعتها، لأنه هو منيل، هو أصلا منتوف مثل ما يقول، يعني ما عنده لا فلوس ولا أي شيء.
هي هو اصلا ليش تزوجها؟ هي عمرها 40 سنه يعني، فهو 25 سنه اكيد ضارب عينه على فلوسه مو على جماله، ولا سمعنا بمكان انه خديجه جميله او شيء نهائيا. المهم فالاب ما وافق، قال اني ما انطي، ما اقبل، ما تجيبي لي ولا اريد اشوفها. فسووا الخطه، فهم مصرين اثنينهم يتزوجون، فسووا الخطه. انت معليش هذا الكلام طبعا من عندي انا، تخميني انه هي او هو واحد منهم. انت معليش خليه يروح، احنا نحكي هنا لانه النتائج اللي وراها تبين انه اصل القصه. فال انت معليش انا راح تسكريه، ومعليش واني اجي اثناء هو سكران وما يدري ايش شنو القصه، وبعدين نتزوج. فهو يجي هو سكران بعز السكر، يجي يحضر بهاللحظه، يحضر محمد ويتزوجون. فالناس كلها قدام العالم زواج وش اسمه واحتفالات، خلاص صارت زوجته بعد يعني مثل ما يقول. فثاني يوم يصحى على نفسه ابو خديجه، يقول شنو هاي؟ ليش لحيتي صفرة؟ وشنو القصه؟ وشنو الاكل يعني؟ بقايا اكل باقي. بارك يقول زوجته متى؟ صوتك صار يقطع شوي، معلش. انا تحليلي انا يعني، انا اذا فكرت في الموضوع هذا يعني، محمد الزلمه يعني هو اول شيء كان يشتغل عنده هي امرأة غنية، يعني شيء طبيعي انه اذا واحد فكر فيها انه محمد تقدم له بالزواج، هو عمره 25 سنة هي عمره 40 سنة، يعني شيء هو يشتغل عنده، يعني شيء طبيعي انه الزلمة بشان فلوسه، يعني شيء طبيعي بكون حطت عينه عليه شاب مثلا عمره 20 سنة منتوف، 25 سنة منتوف ما عنده فلوس، وهي معها فلوس، ليش لا؟ اهلا وسهلا سيد محمد، يعني مثل ما بقولوا كبيره، وليش لا شاب صغير يعني. فاخذ على هالحاله هي، ومثل ما قلت انت يعني ما في ايه ولا حديث ولا اي شيء مذكور عن خديجه انه جميله ولا حلوه ولا اش او شيء من القبيل. وشيء ثاني يعني مثل اللي زواج خديجة من محمد يبين انه وضع المرأة قبل محمد، وضع المرأة كانت يعني من سادة قريش، كان من كبار تجار قريش، الى ان صارت المرأة لا تسوى شيء بعد محمد. يعني مثلا حتى كنا نشوف بآلهتهم يعني العزة والهبل وكل هذول اسماء انثوية، يعني الآلهة بتاعتهم اسماء انثوية. فلما اجى محمد طبعا مثل ما بقول بيحقدوا على المراه من فعايل امه، وبعدين تزوج وحده قد امه حنت عليه، وحتى ماتت ما قدر يفلحص اصلا لبعد ما ماتت هي، وطبعا ورثه هو زوجها، ورث كل امواله وساوى بهالاموال جيش وساوى اللي شفناه. يعني هاي تحليل، تفضل. احنا لان نفرض فرضيه اخرى، اذا هي ما كانت فرضا، هي ما كانت غنيه وعرضت عليه، اصلا هي ما تجرؤ تعرض عليه اذا هي مو غنيه وعمرها 40 و25، اكيد كان يرفض 100%. يقول شنو اللي جابرني اتزوج؟ على ايش اتزوج وحده عمرها 40 سنه؟ اذا ما عنده فلوس، انت كل واحد يعني كل شخص حتى البشر الان حاليا إذا عنده أطماع براسه وعنده أمنيات ورغبات للمستقبل، إذا شاف واحدة غنية وتعرض عليه طبعاً يقبل، يقول لك استفاد. بس إذا كانت فقيرة مستحيل هي تعرض عليه، ومستحيل هو يقبل. فأعرفوا أنه واضح أنه هو رايد على فلوسه، يعني هاي ما بيها أي نقاش يعني. المهم لما كمل القصة أنه لما صح الأب رفض هذا الشيء، حسب ما حكى محمد حسان انه الأب رفض وهاج وماج وقال شلون سويت هالشيء؟ قال خلاص يعني راح يعيروك انه انت شلون، يمكن بالطبري، هو ماخذه من الطبري ما ادري، انا مركز على ابن كثير.
هنا ما ذاكرة بنوع من تفصيل الدقيق، يعني ذاكرة ب يعني بالقصة، نفس القصة عارضها، بس غضب الأب ما ذاكرة هنا، أنه غضب من خديجة أنه شلون زوجته ما عنده خبر أو سكران أو شيء. المهم الأب صار تحت الأمر الواقع وتزوجه وخلص. فيعني هاي تثبت انه احنا مثل ما قلنا، يعني هذا تصرف اذا واحد حاليا يسويه نقول عليه نذل، وهي همينة نسميها نذلة، ان خاين الابوة يعني تروح تتزوج غصبا عنه، يعني ويعني اكبر فضيحة يعني بمجتمعنا. وقبل 1400 سنة هم كان هالتقاليد عندهم مهمة، لا يقول لي واحد قديم وما اعرف شنو الاخلاق. هو الاخلاق باي وقت، قبل ملايين السنين الحيوان يهتم لطفله ويرضعه، ولحد الان يرضعه، والام ترضع الطفل من هي قبل الاف وملايين السنين، قبل مئات الاف السنين كانوا يرضعون الطفل، ولحد الان يرضعون. قضيه العواطف موجوده كانت قديما وحديثا، يعني الحوادث العاطفة يعني ما تتجزأ تقول لك قبل ما كان اكو عواطف، ماكو حكي. حتى قبل كان زواج الصغير عيب، حتى ابو بكر قال له انت اكبر منها بكثيرا، يعني قبل ما يتزوج عائشة. فيعني لا تقولوا لي انه قبل كان عادي وهسه مو عادي، ماكو حكي، كله نفس الشيء. يعني كان ممكن بعض الأشياء يختلفون، لكن العواطف والإحساس وش اسمه ما تتجزأ. المهم إن نكمل القصة. يقول فصل في تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث بخمس سنين، يعني لما جددوا بناء الكعبة. ذكر البيهقي في بناء الكعبة قبل تزويجه محمد من خديجة، والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزويج خديجة كما ذكرناه بعشر سنين، على أساس أنه وراء عشر سنين من زواجه، يعني عمره ما أعتقد هو كم مرة وقع، يعني الكعبة كل مرة كان يوقع ويبنوا يوقع ويبنوا، دائما تصير فيضانات سيول، وهذا الشيء موجود لحد الآن، تصير فيضانات بمكة وتشوف المكان كله يغرق. هسه الوسائل يعني يمكن شوية أحسن من قبل، ومسوي له سواتر إنه ما يوصل مي المناطق. إنه أبو الحكم شو رأيك نأخذ سؤالين من أصدقائنا؟ في الأخ كريم طرح سؤال، والأخ جاستين كمان طرح سؤال. أوكي. يعني أسئلة أظن يعني إنه بيعرف جوابه مزبوط. على كل عم بيقول سؤال، هو بالفعل سؤال مهم، يعني سؤالين مهمين. يعني السؤال الأول من الأخ جاستين عم بيقول ليش محمد أعلن نبوءة ما أعلن نبوته لحتى صار عمره 40 سنة بعد ما تقدم بالعمر؟ بقية الأنبياء كان انزل عليهم الوحي وهن صغار، إلا محمد ادعى النبوة بعد ما كبر. طبعا وهذا سؤال جميل. يعني المسألة انه محمد قبل ما يدعي النبوة كان يعتقد انه هاي الحالات اللي تجي، الحالات الصرع اللي تجي، فكان يعتقد انه هو بمس او جنون. والدليل على هذا الشيء دائما كان قبل ما اصلا يعرف خديجة دائما كان يروح للغار، غار حراء، يعني يحاول يتخفى من هو صغير. احنا شرحنا القصة اللي متابع الحلقات الاولى من حياة محمد من هو صغير كان يتجنب الناس، لانه لما تجي الحالة الصرع وجسمه يجمد ووجهه يتغير ويطلع الزبد من فمه، فهذا الشيء كان قصة الزبد في روايات تقول يطلع من فمه، قصة روايات تقول لا ما يطلع من فمه. المهم حالة الصرع عندنا، فلما تجي حالة الصرع كان يحاول يتجنب الناس كلهم، فهو لحد ما صار 40 سنة كان حاول دائما يتجنب الناس، يعني حتى
حتى قبل ما يدعي النبوة، لما راحت لخديجة كان يروح الغار حراء يبقى له شهر مثلا يتجنب الناس يعني بالدعاء العبادة، ولكنه هو كان يحاول كل ما يقدر يتجنب الناس يعني بسبب المرض اللي عنده. وذكر هاي القصة لخديجة، أصلا هو ما عنده ما جايب باله مسألة النبوة نهائيا، قال اجى رجال وقال شخص وقال لي اقرا، وقلت له انا مو بقارئ والشغلات اللي شرحناها. فهي قالت له سوت له تجربه وقعدت على رجل افخاذ خديجه نسميها، قعد على رجل اليمين واليسار وبين حجره، وبعدين شالت شعرها، حكيناها القصه. فقالت له خلاص انت نبي. وهالكلام هي اصلا هم ينمو من عدا ورقه بن نوفل، هو كان عالم بالنصرانية يعني كان يدري من علوم المسيحية كثير، بس هو عزل عنهم ورقة بن نوفل، يعني مثل ما نقول سوى دين جديد نقدر نقول. وهاي كانت سموه المهرطق من المهرطقين المسيحيين يعني. أي أي أي. في السؤال الثاني أخي بس خلي أكمل آخر. تفضل. آسف أكاد خلصت. لا لا فلما يعني عرفنا انه محمد هو ما عنده اي خبر بهالشيء، يعني ورقه بن نوفل هو هيئ الخديجه، وخديجه سوت له التجربه بعد ما سمعت من عنده انه شاف احد وخنقه وما عرف ايش، قالت له انت نبي الله. اوكي خلينا نشوف السؤال الاخ كريم، كمان سؤال بصراحه يعني عجبني السؤال بتاعه، قال لما لم يتزوج امراه اخرى اثناء حياتها، قصده خديجة طبعا، هل اشترطت ذلك عليه أم أنها كان الزواج على شروط دين النصرانية؟ أنا أعتقد تزوجوا على دين النصرانية. أصور أنت ما مسوي ميوت، أعمل ميوت لأن الصدى جاي يجي عندي. إيه أعتقد ما كان ما كانوا متزوجين على الطريق يعني الطريقة العادية، أكيد على الطريقة النصرانية، لأنه الإسلام ما كان موجود، كان هو عمره 25 سنة. وقصة أنه ما تزوج أثناء عمر خديجة، طبعا مو إحنا قلنا هي تقدر تطيح حظها مثل ما يقول، يعني تجرد من كل شيء. هو كان عايش طول حياته حياة تعب ونكد، ومن إيد إلى إيد أمه تركته وراح عند جدة، وجدة بعدين لما توفى أخذ عم أبو طالب. هيك فرصة لما تجي ما يفوتها، مستحيل يفوتها. فلما تزوج خديجة فصعب عليه كان إنه يسوي شيء، أكيد كانت تطلقه يعني تخلص منه. فهو كان يخاف منها ومن سطوته، ولما توفت بين على حقيقته انه هو خلص زير نساء، واحنا ما نعرف هو صراحه كان فعلا زير نساء ام لا، احنا ما كنا وياهم بالفراش مثل ما يقول. فهو يعني ورا ما يعني خلص منها، توفت او سمم ما ندري، ورا ما ماتت فاستغل الفرصة وقال صار ما يلتزم بأي شيء، لأنه صار بعد مثل ما يقول ورثه، بعد صار عنده أموال وش اسمه، ما يهم أي مرأة ما تريده خلاص روحي أجيب غيرك. بس وقت خديجة ما كان يقدر يسوي هالشيء، هم أسرار النبوة عندها، وهم هنا سطوتها وفلوسها وجاه اللي هي بيه، هو من لا شيء يعني. شكراً أبو الحكم، شكراً، تفضل أكمل أخوي. أوكي، أنت أثناء الحلقة أي سؤال يجي عادي تقدر تقاطعني بأي وقت، ما أكون مشكلة يعني. وصلنا تجديد بناء الكعبة. يقول ثم شرع البيهقي في ذكر بناء الكعبة في زمن إبراهيم كما قدمناه في قصته، وأورد حديث ابن عباس المتقدم في صحيح البخاري، وذكر ما ورد من الإسرائيليات في بنائه في زمن آدم ولا يصح ذلك. طبعا هاي إنه إبراهيم بنى البيت ومع شنو، أنا القصة هاي غير موثقة صراحة، إنه في أقوال المسيحية يقولون أصلا إبراهيم
ما كان أصلا جاي على مكة ولا يعرف مكة أصلا، بس هم لازم يلزقوا كل شيء بإبراهيم ويسووا إبراهيم مسلم. اليهودية يقولون إبراهيم يهودي، المسيحية يقولون هم يقولون يهودي، ولكنه يدعون أنه إسحاق كان ابن إبراهيم وإسحاق كان يهودي وبعدين جت المسيحية. فالمسيحية واليهودية يدعون أنه نسبهم إلى إبراهيم، والمسلمين على أساس من طرف إسماعيل. هو كل أطفاله، يعني أطفاله إذا كان طفله، إذا هو كان يهودي ابنه سواء كان إسماعيل أو إبراهيم أو إسحاق، اثنينهم راح يكونون يهود. إذا كان مسلم اثنينهم لازم يصيرون مسلمين. فكيف صاروا قسم يهود وقسم إسلام؟ فعلا غريبة يعني، لأنه معروف أنه النسب دائما يجي الأب، ما تجي الأم يعني. المهم يقول فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم أول من بناه مبتدئا وأول من أسسه، وكانت بقعته معظمة قبل ذلك، معتنيا بها، مشرفة في سائر الأعصار والأوقات. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. المهم تكملة الآية، آل عمران 96 إلى 97. وثبت في الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. ثم قلت: أي؟ قال: المسجد الأقصى. يا كذابين، مسجد أقصى وين كان يكون؟ المسجد الأقصى بناه شو اسمه، وليد بن عبد الملك بناه. المسجد قبة الصخرة بناه أبوه عبد الملك بن مروان، وعبد وليد بن عبد الملك بنى المسجد الأقصى. يعني ليه، منين جبنا الروايات؟ ولكن في روايات أخرى تقول المسجد الأقصى يقصدون به اللي بجعرانة بالسعودية. في أحاديث أنه أكو مسجد اسمه مسجد الأقصى في مدينة جعرانة بالسعودية. المهم قال: المسجد الأقصى. ثم قال: كم بينهما؟ أنا متأكد هاي يمكن روايات من وضعت وقت وليد بن عبد الملك، لأنه ما أعتقد هاي الروايات تكون صحيحة. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. شنو يعني 40 سنة؟ يعني بين هالبناء والبناء وين 40 سنة؟ هي بنيت وقت اسمها وقت وليد بن عبد الملك. المهم وقد تكلمنا على هذا فيما تقدم، وأن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. وين لقيته أصلا؟ ما كان موجود نهائي هالأرض هذا. وفي الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن عبد الله بن عمرو قال: كان البيت قبل الأرض 2000 سنة، وإذا الأرض مدت الانشقاق 3، قال: من تحته مدت. قال: وقد تابعه منصور عن مجاهد. قلت: وهذا غريب جدا، وكأنه من الزاملتين اللتين أصابهما. هذا كلام لا يهمنا بشيء. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن عمرو بن العاص قال محمد: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لي بيتا. فخط لهما جبريل خط لهما جبريل مهندس جبريل فخط لهما جبريل فجعل آدم يحفر وحواء تنقل حتى أجابه الماء، نودي من تحته: حسبك يا آدم. فلما بنيا أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به، وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت. ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح، ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه. قال البيهقي: تفرد به ابن لهيع غير اسمه، هكذا مرفوعا. قلت: وهو ضعيف. ووقفه. المهم كلام، ناخذ الشيء المهم يعني من الكلام.
نصور هاي الشغلات كلها ما تخص حياة محمد، يحكوا عن عن كيف بناء الكعبة وما أعرف إيش، إحنا هاي أشياء ما تخصنا. نكمل. قال: ولكن أول بيت وضع فيه البركة للناس والهدى ومقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وإن شئت نبأتك كيف بناءه. هنا يحكي عن بناء الكعبة، ما أعرف تحب أقرأ ولا لا؟ تفضل المهم ابو الحكم، تفضل. يعني اللي بتشوفه مناسب يعني، لا تستناني. اوكي. ان الله تعالى اوحى الى ابراهيم ان ابن ابن ان ابني لي بيتا في الارض، فضاق به ذرعا، فارسل اليه السكينه وهو ريح خجوج لها راس، فاتبع احدهما صاحبي حتى انتهى، ثم تطوقت في موضع البيت تطوق الحيه. فبنى ابراهيم وكان يبني هو ساقا كل يوم حتى بلغ مكان الحجر. قال لابني: ابغني حجرا. فالتمس حجرا حتى اتاه به، فوجد الحجر الاسود قد ركب، فقال لابيه: من اين لك هذا؟ الابن يسال ابوه على اساس ابراهيم باني الحجر الاسود، البيت على الحجر الاسود. من اين لك هذا؟ قال: جاء به من لا يتكل على بنائك، جاء به جبريل من السماء. طار طيران شايل بيده حجر. والله يعني حطوني مخكم يا ناس. يقول جاء به جبريل، يعني جبريل اجى من السماء طاير طيران بالأجنحة الحلوة اللي عنده، وجاب الحجر الأسود منك، نزل القاع، يعني مضرب مرتطم بالقاع، نزله بإيده، يعني جاب مشفى حلو، يعني ما ماس أي شيء ولا مصطدم بالأرض. جاء به جبريل من أبو السماء الحكم، فأتم. الحكم يعني ليش عم تكفر؟ يعني الزلمة أحجار الكعبة من الجنة. يعني إذا هلا مثلا راحوا جيولوجيين مثلا كفار، راحوا أخذوا عينة من أحجار الكعبة، فأكيد راح يشوفوها من خارج الأرض، يعني مستحيل. يعني لعد لازم يبنون بكل بالكره كل الكره الارضيه يبنون بيوت، لانه النيازك دائما تسقط من السماء. فاذا يعني سقطت روسيا سقطت قبل 2 أو 3 اعتقد، سقط هناك على منطقه غير اهله، سقط نيزك. هذا شنو هذا؟ من يبنون عليه بيت؟ بيت الله يبنون عليه؟ اشمعنى هذا بالسعودية يبنون عليه بيت والغير مكان ما يبنون عليه بيت؟ أريد أعرف يعني، يعني هذا كان عنصري هذا جبرائيل متعنصر للعرب؟ لا، ما هم نيازك، هذول من احجار الجنه. لا حاش تكفر يعني، حرام عليك. طيب ما هذا لا كم من أحجار الجنة اللي وقعت بروسيا، لا، ليش ما بنوا عليها من بيت احجار هناك؟ القضاء يعني. يعني ليش هذا 2 وقعوا من السماء ومكانات اخرى وقعت بامريكا، وقعت بافريقيا، وقعت؟ اريد نعرف كل مكان لازم نبي بيت لو لا. على كل حال، لا هذا يمكن شايله بيده، لانه شايله بيده جبريل ما سقط على الارض، جابه هاك حبيبي ابراهيم، هاك هاي الحجر من السماء ابني لك عليه بيت. خلي المخابيل يفترون حوله. ايه، ف يقول فأتمه، لا يتكل عن جاء به جبريل من السماء فأتمه. قال فمر عليه الدار فانهدم، فبنته العمالقة. من هاي العمالقة؟ ثم انهدم فبنته جرهم مقتلكم، يعني دائما ينهدم لأنه دائما تصير سيول وفيضانات بالسعودية، ولحد الآن كل سنة نشوف فيضان احنا. فبنته جرهم ثم انهدم فبنته قريش. ومحمد يومئذ رجل شاب، فلما أرادوا أن يرفع الحجر الأسود اختصموا فيما فيه، فقالوا نحكم بيننا. أول رجل يخرج من هذه السكة. إذا تخيل يسوي فيلم سينمائي، يقولون يعني هم منتظرين من يحط الحجر بمكانه. هاي القصة معروفة طبعا اللي أحكي لكم إياها. قالوا إنه منو اللي يحط الحجر؟ الأمين الصادق، الأمين الصادق وجي محمد بيحط الحجرة. يعني ايوه،
المهم اختصموا وقالوا من كل واحد يقول من كل قبيله يقول انا اخي الحجر، هذا يقول انا اخي الحجر. قال عاد وقفوا انتظروا اول شخص يمر منا هو يخلي الحجر. فسلو موشن يجي التصوير يصير بطيء، المخرج تخيله ويجي محمد هو ودشداشته والثوب الطويل بوم 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 والتصوير يجي على وجهه، يجي التصوير على وجهه محمد، هذا محمد. اول شيء يشوفك من تحت لفوق، الكاميرا تصعد لوشه، لو ما توصلوا شو اوه هذا محمد، هذا يخلي لنا الحجر الاسود، هذا الصادق الامين، هذا حبيبنا، هذا اللي سكر ابو خديجه، هذا اللي كان يطوف حول الحجر، هذا حبيبنا، خلي هو يخلي الحجر الاسود. بعدين المخرج يوقف الصوره يثبت عليه انه لرسول الله، هو يسوي كل شيء. المهم يقول اختصم فقالوا نحكم بيننا اول رجل يخرج من هذه السكه، فكان محمد اول من خرج عليهم، فقضى بينهم ان يجعلوه في مرت ثم ترفعه جميع القبائل كلهم. يا انا بالفيلم اتذكر الـ اليهودي، اكو فيلم اسمه ما اعرف اسمه، يمكن مال شو اسمها هاي اخته بالرضاعه، حلي اخت بنت حليمه السعديه، بالفيلم يطلع يقول انتوا كلكم رفعتوا الحجر، كل واحد رفع الحجر، كل قبيله رفعت الحجر، وما اراكم الا خدما لمحمد ووضع الحجر في مكانه. فعلا يعني قال انتوا كلكم شلتوا الحجر ومحمد هو خلى الحجر بمكانه، يعني قالوا يعني انتوا كنتوا خدم له، يعني هو مجرد خلى الحجر، يعني انتوا كلكم رافعينها بثوب، رفعوه بثوب كلهم، كل القبائل، كل قبيله لزمت الوصله من طرف، فهو اللي عليه شالها وخلاها بمكانها. وفعلا كلامه صحيح، وما كانوا خدم إليه يعني. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا حمادة بن سلمة عن خالد بن عرعرة. هذا جاي من العرعور أكيد، هذا قريب العرعور. عن علي بن أبي طالب قال لما انهدم البيت بعد جرهم بنات قريش، فلما أراد وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل هذا من هذا الباب، فدخل محمد من باب بني شيبة فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فرفعوه، وأخذه محمد فوضعه. قال يعقوب بن سفيان أخبرني أصبخ بن فرج عن قال لما بلغ محمد الحلم جمرت امرأة الكعبة، محمد الحلم جمرت امرأة الكعبة، ما اعرف شنو هذا، فطارت شرارة من مجمرها. الله، محمد الحلم جمرت امرأة الكعبة، فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت فهدموها. ما اعرف الرواية شنو هاي. حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن، أي القبائل تلي رفعه، فقالوا تعالوا نحكم أول من يطلع علينا، طلع البدر علينا. فطلع عليهم محمد وهو غلام عليه يشاح نمرة، غلام من يقول صغير، ما قلت لكم عدة مرات الاسم يعني الحجر راح ويا السيل راح، وكانوا دائما يرجعون يبنون مرة أخرى. وشاح نمرة فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب، ثم أخرج السيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب، ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن، فكان هو يضعه فكأن لا يزداد على السن الأرضي، حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي، مسمين الأمين. طبعا التاريخ يضعه الأقوياء، واحد أمين تسموه يسكر أبو مرت يسكر حتى يأخذ بنته، هذا الأمين، هذا تعتبره أمين؟ فاتفقوا لا ينحرون جزورا إلا التمسوه فيدعو له فيها. أنا إذا عايد هالكلام ما أريد أقرأ صراحة،
وقال انه كان بناء الكعبه قبل المبعث ب15 سنه، يعني اقوال مختلفه، قسم يقولون غلام كان، يعني ممكن هذا صحيح هذا، بل تاريخ الاسلامي صراحه ما تدري، كل واحد يحكي شكل يعني. كان بين عندي سؤال، يعني في سؤال بصراحة، السؤال شوي يعني مثل ما بيقولوا في مكانه. أول شيء أرحب بكل الأصدقاء الموجودين، كريم، جاستين، نريمان، ماهر، أهلا وسهلا فيكم كل أصدقائي. عم بيقول ماهر، عم بيقول أبو الحكم، بعض المسلمين يعتقدون أن الحجر الأسود يسجل أسماء كل الذين يقبلوه أو يسلموا عليه. تايم كيبر، هاي حلوه حلوه ماهر، تايم كيبر. شو يسوي لهم؟ شو يسوي لهم اذا قبلوا؟ شو يعمل لهم اذا قبلوا؟ ماهر تايم كيبر. لا، عم بيقول بعض المسلمين يعتقدون انه الحجر الاسود بيسجل اسماء كل اللي بيقبله، يعني سجل برفع التقرير لا الله يعني. فعلا فعلا، لان انا شفت واحد جاي يكتب ملائكه، انا اشوف الملائكه تكتب، كل ما واحد يفوز القذاره والوساخه بيا. لو انا اصلا اقرف من اي شيء، انا اذا اشوف الحجر الاسود لو الله يقول لي انت دخلك الجنه هلا هلا طيرك لفوق، بس قبل لي الحجر ما اقبله. شو هالقرف هذا؟ مليون واحد وصاخته وثمه، وتتعرف الناس يجون كلهم عرق وصاخه ويجوا يبوسوا الحجر الاسود، تجي تجي انت كمان تقبل ورا ما واحد قبل وراك، شنو القرف هذا؟ ملايين يقبلوه، شنو الوساخه هاي؟ لا لا، يعني مخ بعد شو تسوي؟ ما تقول لي اذا العقل فرغ كل شيء يسوي، يعني انا استغرب احنا بال القرن 21 لحد الآن الناس يبوسون حجر، يبوسون حجر ويقولون هذا حجر جاي من السماء، منزله ملائك وما أعرف الله منزله ما أعرف منه، ويقدسوه ويفترون حوله. يعني ليش تلومون اللي يعبدون الأصنام؟ ليش تلومهم يعني؟ حكمة جاء العندليب، العندليب الأشقر، العندليب العراقي، جئتكم أيها الملاحدة، أهلا وسهلا فيك أيها العندليب. على كل أهلا وسهلا فيك أخوي مستر بلاك، شرفتنا. وفي كريم عم بيقول أجمرت الكعبة يعني حرقت لها البخور. طبعا في الأخ أوكي شكرا. بس أخ كريم عم بيقول كيف يستطيع شيخ تجاوز عمره 100 سنة أن يسافر إلى فلسطين لعمق الصحراء العربية على مسافة 12,200 كيلومتر ثم يقوم ببناء الكعبة ويعود إلى فلسطين؟ يعني السؤال وجيه بصراحة. منو يقصد؟ منو يقصد؟ إبراهيم. لا قصة إبراهيم، أصلا المسيحية واليهودية يقولون أصلا بحياة إبراهيم ما شايف السعودية أصلا يعني، ولا زايرها يعني. يعني حسب ما سمعت من المسيحيين يقولون قصة إنه إبراهيم كان بالسعودية هذا كلام فارغ. هذا كلام فارغ وقصص إسلامية. على كل الأخ جاستينك عم بيقول مولانا أبو الحكم يعني لازم تعاقب عن دليل العراقي اليوم لأنه غاب عن الحلقة، ماكو حدا نتسلى وياه اليوم، اتمنى ارسال دعوتك شخصيا له. على كل حال اخوي جاستين اجاك طبعا العندليب، يعني العندليب انا دعيته يعني عده مرات على التكست، ولحد الان ادعيه انه ياخذ يضيفني بالفيسبوك، لانه انا حابب فعلا اتواصل معه. العندليب العراقي انا ادعوك انه تاخذ ابا الحكم بن كثير، تاخذ اسمي وتضيفني عندك حتى نكون اصدقاء نتواصل مع بعض، عسى انه استفاد من يعني علمك، نتواصل بالحديث انا وياك، واحد من عندنا ممكن ياثر على الثاني، يعني ممكن انت تاثر عليه كل شيء يصير يعني. على كل بعد ساعتين من هلا راح يكون عندي حلقه اجوبه واسئله حول الايمان والالحاد
يعني بتمنى كل الأصدقاء المؤمنين والملحدين يكونوا معنا ويطرحوا أسئلتهم ونتفاعل نتجاوب مع بعض نشوف ايش بقدر أقدم. في كتير بصراحة، امبارح أخ من الأردن اتصل فيني وصار دردشة بيناتنا تقريبا ساعة يعني. يعني أنا حابب أحكي عن هالنقاش هذا شوي ونحكي شوي شوية تعليقات. في واحد بده يكسر راس أكبر ملحد، أنا شايفه حاطط شوية تعليقات، يعني شيء مخجل للأسف. على كل، بعد ساعتين راح نبدأ أديك الحلقة هاي، ويا ريت تكونوا معنا أصدقائي. وأنا بتمنى أصدقائي، راح أفتح سكايب هلا، فأنا أتمنى من كل الأصدقاء إنه يشاركونا بالسكايب إذا حابب يشاركنا. جانو مو موجود، جانو على كل أنا سجلنا غياب جانو. تفضل تفضل يا بالحكم أكمل. على تكسير الراس، كسرونا راسنا كتير، بس ما بعرف كيف بعدنا عايشين. يعني كتير كسرونا راسنا، من يعني كل واحد يجي يكسر راسنا واعمل فيكم واعمل فيكم. انتوا بس مثل ما يقول كلكم لسان، ما تقدروا غير باللسان، وبعدين ما عندكم حجة. حجة الضعيف دائما يستعمل التهديد. جيب انت اقنعنا، قل لي هذا الكلام خطأ، قل لي محمد ما سكر ابو خديجة، قل لي ما سوى خطة خبيثة حتى يزوجوا، جيب لي أحاديث، جيب لي آيات، جيب لي تفسير أنه كلامي غلط. أنا أجيب من تراثكم، يعني أجيب من تراث الإسلامي، ما جايبة من جيبي مثل ما يقول. جاي أقرأ من الكتاب، يعني هسه جاي أقرأ من الكتاب مثل ما هو مكتوب. أنا يعني معقول أنا أقدر أألف إيش كتاب يعني، وألف أسماء وما أعرف إيش؟ كل من ابن كثير جاي أقرأ لكم. فإذا هالشي يخجلكم، الشيء اللي سواه محمد يخجلكم، أرجوكم تفكرون. وإذا ما تصدقون روحوا شوفوا، وإذا تأكدتوا وقبلتوا عليه لعد أنتوا نفس الغيرة عندكم، نفس غيرة محمد عندكم. لما تقبلوه يسكر الأب ويأخذ بنته بالطريقة، أنتوا إذا قابلي على نفسكم أنتوا تعرفوا شو معناته بعد، أنا ما أحكي. المهم يقول فلما رأوا الذي فعل الوليد تتابعوا فوضعوا فأعجبهم ذلك، فلما أرادوا أن يأخذوا في بنيانها أحضروا عمالهم، فلم يقدر رجل منهم أن يمضي أمامه موضع قدم، فزعموا أنهم رأوا حية قد أحاطت بالبيت رأسها عند ذنبها، فأشفقوا منها شفقة شديدة، وخشوا أن يكونوا قد وقعوا مما عملوا في هلكة. ايش يعني؟ واذا جت حية وبالصدفة وبذاك المكان، يعني سويتوها قصة. دائما يبنون الاهوال والشغلات. يعني انا بحلقة مع الاخ رياض، قال لي شلون يعني الانسان نياندرتال ليش كان يعني يعتقد بوجود الله؟ قلت له بسيطة، يعني ابسط شيء، إذا هذا الإنسان نياندرتال لما يشوف الأصوات الرعد والبرق هو يعتقد أنه هذا شيء أقوى منه فوق هو اللي مسيطر عليه. قلت له نفس اللحظة إذا شاف طيارة ضربت صاروخ حده راح يعبد هاي الطيارة، يعتقد أنه هذا الطيارة شيء أقوى منه مدام رمت عليه صاروخ، وهو يعني شيء غريب إلى شيء من السماء جاء، يعتقد يصير يعبد الطيارة. يعني هذا ببساطة، يعني فذولا يخافون من أبسط شيء يشوفوه، يربطوها بمسائل التدين إنه هذا شيء من الإله أو ما أعرف إيش. يعني نتأمل، يعني شوية تفكرون يا مسلمين إنه هالأشياء قبل كانوا يفكروها لأنهم كانوا ناس بسطاء، هسا إحنا صرنا علم غير العلم، الأفكار تغيرت، صرنا نعرف، أثبتنا بالدليل والبرهان إن الدين كله تلفيق وكله ضحك على الشعوب، منها بعض الأنبياء كان عندهم نوايا حسنة ممكن، ولكنهم اشتهروا من وراء هاي الشغلة يعني، وبعضهم كان ما يريد إلا يشوف نفسه بين الناس ويستغل هذا الشيء في مجد أو مثل محمد ك زواج وفلوس وكل شيء. يعني وكانت الكعبة حرثا ومنعتهم من الناس وشرفا لهم، فلما سقط في أيديهم والتبس عليهم أمرهم قال
قام فيهم المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فذكر ما كان من نصحي لهم، وأمروا إياهم أن لا يتشاجروا ولا يتحاسدوا في بنائها، وأن يقتسموها أرباعا، وأن لا يدخل في بنائها مالا حراما، على أساس فلوسكم كلها حلال كان يعني. وذكر أنهم لما عزموا على ذلك فذهبت الحية في السماء طارت طيران وتغيبت عنهم. شلون راحت للسماء؟ اريد اعرف اني اكيد دخلت بزاغوره بنقره اعتقد راحت للسماء. وتغيبت عنهم وراوا ان في ذلك من الله عز وجل. قال ويقول بعض الناس انه اختطفها طائر والقاها نحو اجياد. يعني هم طبيعي، انا شايف النسر يشيل إنسان، يقدر يشيل خروف كامل يعني، ما يقدر يشيل حية يعني، صعبة يعني، حتى الصقر يقدر يشيل الحية، حتى نبينا سامي الذيب بقدر بشيل على فكرة الأخ عندليب العراقي عم بيقول كيف أي عقول تحملون أيها الملاحدة، تقولون عن الذيب نبي لكم ولا يأتي بمعجزة أو كتاب مبين. رد لنا عليه، والله رد لنا عليه. يعني هذا الظاهر يعني يعني لو يستخف عقله، لو يريد يستخف عقلنا احنا لما نقول سامي الذيب طلع هو بنفسه قال اني نبي، انت نبي، فلان نبي، هو احنا نحكيه بصوره يعني مو حقيقي، نقول هذا اجى نبي وجاء وحي. بعد احنا ليش قاعدين اذا ندعي احنا انبياء؟ يعني نبي جلدة الحنفية، يعني تصدق احنا في جلدة الحنفية تصير نبي؟ يعني مخك ما تشغله يا، يعني هذا يثبت لك يا عندليب انه فعلا انت ما جاي تشغل مخك. احنا نحكي بالصورة كوميدية ومضحكة، اذا ندعي فلان نبي نقول فلان نبي يا مولانا يا ما اعرف ايش، هاي كلها استهزاء نحكيها يعني. ف هم يصيحوا لنبينا لانه باعتباره يعني عارف بالقران وعارف بالدين، فمجازا يصيحوا لهذا الشيء. مجازا يعني انا اساني ابن كثير لو ابا الحكم، انا يعني عقلك ما تشغله انت يعني؟ قاعد في جلده حنفيه تصير نبي؟ شنو ما تشغلوا مخكم؟ احنا نقولها للضحك، لل هذا مسويها صدق يعني، ماخذ كل عقله انه سامي جاي له نبوة من السماء يعني. احنا نقول احنا نقول هالشيء يعني، ممكن نقول على اسم الهنا لجان مثلا يعني. لا قال هو الله يعني. انا اعلنت الالوهية من زمان يعني. لا انت خليت المرأة اله، انا اعرفك صحيح يعني. انت سمعت الاشعار سويتها اله انت. ان كنت نبية لا، اذا ان كنت الهة فانا اول الساجدين. شايف اول المسبحين واول الخاشعين واول المادحين، وشو بدك؟ سمعت عندليب؟ سمعت هذا عندنا ويسجد للمرأة. شايف هذا عمل المرأة إله، هذا همنا كافر يعني، مو بس احنا كفرة، جانا همنا كافر يعني، لا يغرك يعني، اول الكافرين انا وياه. المهم يعني شغل مخك يا عندليب، شغل مخك، احنا كلها استهزاء، وانت منعق شغل عقلك لما واحد يقول جلدة الحنفية هو الهي او نبي. بعد انت اعرف يعني، احنا نقدر ندعي، كل واحد يدعي انه نبي، حتى التراب نقدر نقول عليه نبي او اله او اي شيء. على كل حال يقول وقال محمد ابن إسحاق بن يسار، فلما بلغ محمد 35 سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوه ويهابون هدمه. الصور هاي عدنا يعني، ما أحب أعيد الشغل عدة مرات، بس لأنه مكتوب هيك ما أريد أشيلها، ممكن بين السطور نلقي شغلة مثلا معينة نحكي يعني. يقول وكان البحر قد رمى بالسفينة إلى جدة لرجل من تجار روم، فتحطمت فأخذوا خشبها فعدوا لتسقيفها. يعني قبل كانوا البيت الكعبة كان ما عدوا ما بناء وما أعرف شنو،
يعني يسووا يعني احجار بسيطه طين يركبوا فوق اللاغ ويحطوا له سعف من الجريد النخل والشغلات، يعني ما اعرف ليش يسوي له بيت صراحه الحجر. انا يعني صراحه ما ادري ليش يسوي له بيت، يعني حتى ينام بيه مثلا الحجر ينام بالبيت، ما ادري يعني ليش ركبوا عليه بيت، ما ادري صراحه. على اساس بيت الله هذا يعني، يا للعقول، يا وين عقولكم؟ وين حجر تروحون تسوي له بيت؟ شنو انتو؟ ما تسوي للفارة همينا بيت، تسوي للنملة همينا بيت. وكان البحر قد رمى بسنين حكيناها. قال الأموي كانت هذه السفينة، أقول لك إذا تريد تفتح سكايب أو أسئلة أو شيء براحتك جان. تمام تمام أخوي الحكم، أصدقائي، أنا فتحت سكايب وأنا بتمنى طبعا مشاركاتكم وتتصلوا فينا، ويعني أريد تعليقاتكم وكمان مثل ما بقول أسئلة إذا في عندكم. تفضل أبو الحكم، إذا جاني أي شيء راح أخبرك أكيد. اتصالات منا إذا أكو، إحنا يعني نريد شوي يصير مثل ما يقولون، بس أقرأ شوية ناخذ وننطي بالحكي مثل ما يقول، يعني نتمنى هذا الشيء يصير، يعني احد يتصل او شيء اذا عنده سؤال ممكن نجاوب، لانه بس قراءه شويه واحد الناس يملون يعني. قال الاموي كانت هذه سفينه لقيصر ملك الروم تحمل الات البناء من الرخام والخشب والحديد، سرحها قيصر مع باقوم الرومي الى الكنيسه التي احرقها الفرس للحبشه، فلما بلغت مرساها من جده بعث الله عليها ريحا فحطمتها. قال ابن اسحاق وكان بمكة رجل قبطي نجار، فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدي إليها كل يوم، فتشرف على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون. وذلك الحية جاءت تقول لكم ترى هذا كلامكم فارغ، باعوا أنا جاي أتحدى الحجر، جاي يجي بأطرافه وما يخليهم يتقربون، يعني روحوا حلوا عنا. وآخر حالة الرافعة، الله ذب عليكم الرافعة إلهكم، وقتل هالناس. يعني إحنا من طبعا لا تفهموا إنه إحنا يعني نتشفى بالناس أو اللي ماتوا كلهم أهالينا وكلهم مسلمين، إحنا أهالينا كلهم مسلمين يعني مع الأسف ماتوا، ولكن هذا إلهكم ما رحم حتى الناس اللي جايين يعبدوه وذاب عليهم هذا. يعني إذا باعتقادكم أنتم باعتقادكم الإسلامي، إذا هذا غضب من الله، أنه والله يقول لكم أنتم جايين مكان غلط، أنتم جاي تسوون جاي تعبدون عبادة غلط بتفسيركم أنتم، وإلا ليش واحد جاي على بيته ويعبده ويذب رافع على رأسه، لو يذب أحجار على رأسه، لو يسوي حرائق، لو فيضانات، هذا أي إله هذا؟ ما تقول إذا راضي عنكم ليش يأذيكم مكان اللي جايين تسجدون؟ معروف الله المكار، يعني بيستدعي الناس لبيته ضيوف الرحمن، أهلا وسهلا باللي جاي، يا مرحبا باللي جاي، وأنتوا ضيوف الرحمن، بعد ما يدخلوا بيته يقوم يضربهم بالرافعة. يعني تصوروا على الإله الحلو، الإله اللي يعني أي شخص عادي الله إذا استضافك ببيته وقال لك أهلا وسهلا تعال زورني وانت بحمايتي، انت بحمى الرحمن بحمايتي انت، ووقت الجد الجدي يقوم يضربك غدر. ف يعني تصور اذا في عندكم عقول مثل هذا الاخ العندليب هذا، اللي يا ريت فكر اللي هو شو عم بيقول العندليب. يعني انا اللي عجبني فيه عم بيقول يعني الله مالك كيف؟ لو كانت أدمغتكم شغالة لعرفتم ربكم. يعني تصور الأخ على العندليب لو أدمغتنا شغالة كان عرفنا ربنا. يعني لو دماغك شغال يا عندليب كان عرفت إنه اللي بيخون ضيفه ما هو إله. يعني اللي بيقول لك تعال لعندي وعلى انت ضيف عندي اهلا وسهلا، وانت قاطع مسافات جبال وبحار
البايع اللي فوقك واللي تحتك عشان تزور هالإله الرحمن الحلو اللي جاي تعبده. انت تصل لعنده، هو هو اللي قايل لك تعال عندي، ما انت رحت لعنده، هو فرض عليك الحج. يعني احد اركان الاسلام انك تحجه وتروح تزوره، فبتروح لعنده، ولما بتصل لعنده يكون انت منتوف بيع اللي فوقك واللي تحتك لحتى تصل لعنده. تصل لعنده يوم يشرف عليك رفعه، او تروح دعس بين الاجرين. شاد شفنا ناس راحوا دعس بين الاجرين، يعني هذا اله؟ هذا يستحق العباده؟ ولا هذا واحد غدار استدعيك لبيته بعدين يغدر فيك؟ انت اللي عم تقولنا نحن ما عم ندمغ. لو عندك دماغ انت اصلا، لو في ذره فهم ما كان قلت والله في جحش بطير. تفضل ابو الحكم، تفضل. يعني اتركك منا، احنا ما نؤمن باي شيء. اذا المسيحيين او اليهود او الهندوس او البوذيه قالوا انه هذا الاله جاي ينطيك رساله انه انت جاي تعبد عباده غلط، وهو عاقبك انه انت جاي تدور حول حجر وما له اساس، هو راح يقدر يحاججك بهذا الشيء، يقول لك باوح انتم غلطانين، والدليل على هالشيء الله عاقبكم انه ذب عليكم الرافعه، يعني ما لقى غير مكان يذبها به. ما تقولون كل شيء بامر الله؟ ليش ما ذبوا الناحيه الثانيه؟ ذبوا على الناس اللي جاي بالحرم وجاي يعبدوه يتعبدون له، ليش ما رماها غير مكان؟ اذا كان هذا هو الهكم الحقيقي كان يسوي الطير الابابيل على اللي يردون ياذوه، مو يجي مره يغرق بالسيلان بالفيضانات اللي تصير بمكة كل مرة، ولا يجي غرق، ولا يجي مرات دب أحجار وقع على الناس، حرائق صارت، هاي التدافع اللي ماتوا بها بالمئات، كل عقولكم تجون تضربون حجر على شيطان، شنو تبخكم ما تشغلوا؟ يعني شنو هالشيطان اللي يذبون عليه حجر وهو مبسوط ولا يهتم؟ يعني ما في نكتة حاطيها صورة، صار يقول يرمون الحجر على الشيطان، يوم يمسك الحجر يرميه على الناس يقول لهم اولاد الكلب انتوا لو احسن مني ما كنتوا ترمون عليه حجر. الشيطان يقول لهم انتوا شاطرين علي، انتوا كلكم بلاوي تجون تذبون حجر علي انا. يعني شغلوا مخكم، حجر يذبوه على حجر ويدورون حول حجر، و يعني كل شيء حجر بحجر. يعني انتوا ترمون الحجر على الشيطان اللي مبني من حجر، وتدورون حول الكعبة اللي هو من حجر. يعني مخكم فعلا حجر، يعني لما انتوا ايش اشياء تصدقون؟ الى متى؟ يعني الى متى؟ ما اعرف بيا طريقة نفهمكم انه انتوا غلطانين. مخكم شغلوه شوية، بس شغلوه، ما نطلب اكثر من هذا. ليش خايفين من هاي الجهنم وما اعرف شنو؟ شو احنا لا عقاب يجي علينا ولا شيء، ليل ونهار نسب ونحرق بالقران ونشخ عليه ونغلط ونسب على الهكم ونسب انبياءكم، ما يصير لنا شيء، لانه هذا كله تفكير مخ بشري. البشر ضعيف، يعتقد انه اكو شيء اقوى منه ممكن يؤذيه ويسوي. لعد اللي يعيش بالمريخ ما ينطبق عليه القانون، لانه مو بالارض، يعتقد انه خلاص هالقوانين كلها تتطبق على الارض. يعني راح المريخ شي يكون الحجر وشنو؟ اذا ماكو حج وماكو بيت هناك بالمريخ شو تسوي؟ تنقل الحجر وياك للسماء؟ يعني تنقل الحجر الاسود؟ اذا فرضا قالوا الارض مهدده بالانقراض تجي عليه نيزك او شي، شو تسوي؟ تشيل الحجر وياك؟ والله شنو شايل وياي حجر؟ اخذوا وياي للمريخ حتى نروح هناك نفطر حوله. شغلوا مخكم. على كل حال، يعني صراحه انا هنا ويعني هوايه فرحان انه قدرت اشغل عقلي وما متت على هالكلام السخيف هذا. ابو الحكم، شو رايك ننهي الحلقه هون؟ لانه بصراحه أوكي. طيب عثمان عم بيقول مرحبا اخوي جون. عثمان، لنشوف مين هذا عثمان. هذا حبيبنا عثمان، ما بعرف اذا كان
موجود بس طب تفضل ابو الحكم حتى بس اشوف الاخ عثمان شو بده اذا كان بده يتدخل بالحلقه او لا. يعني على كل حال احنا يعني عرضنا جزء والجزء الاهم كان انه شوفنا لكم انه الخديعه اللي سواه محمد والاسلوب الدنيء اللي سواه ويا الخطه اللي عملها مع كان اهم نقطه عندنا اليوم انه راحوا وسكروا الاب المسكين ووقعوا بالخديعه. البنت هي اخبث من يعني محمد متزوج وحده خبيثه وهو خبيث والطيور على اشكالها تقع مثل ما يقول. لو هو مو خبيث كان ما يوافق يقول له شلون انا ما اتزوجش بهالطريقه، هاي النذاله من عندي انه راح اسكر ابوك، انا طول حياتي راح اعيش وياك وياه، معقوله شلون احط وجهي بوجهه انه سكرته بليل زواجنا؟ يعني كان استحى من هالحركه اللي سواها، حتى لو مو هو سواها لازم ما يوافق عليها لانه اسلوب دنيء. اذا واحد سواها بالعصر الحالي صدق الدنيا كلها راح تلومه، راح يصير يلومون الناس كلها على الشيء اللي سواه. بكل تاكيد خلونا نرحب باخونا عثمان. عثمان بعد زمان انا يعني كتبت لي انا نسيتك. لا انا ما نسيتك بس انا تفاجأت انك ما انك موجود على الشات وطلعت هون فكرتك تحكي معي يعني برايفت. تفضل يا عثمان. عثمان تسمعني؟ عثمان لا يسمعنا. يا عثمان اذا بتسمعني طيب يا ريت ترجع تتصل. على كل إن انا كثير سعيد فيك عثمان، يعني انا بتمنى ترجع تتصل. الاتصال ما نجح فاتمنى انت تتصل فينا. طبعا الاخ عثمان هو ملحد ليبي ومن اوائل المجاهرين معنا، وانا كنت بتمني يعني بالايام السابقه انه يكون ضيفنا ولكن للاسف يعني شوي اظن في عنده ظروف ما قدر يكون معنا. انا انتظر فيك يا عثمان تتصل اشوف انا راح اتصل فيك. اذا عثمان تسمعني؟ انا لا اسمعك يا عثمان. عثمان اسف عثمان انا لا اسمعك. طب انا بتمنى الاخ عثمان هو يتصل اذا خليه يحاول بالتسعة يتصل فيك. على كل انا اظن يعني ما بعرف. على كل انا اصدقائي بعد ساعة وساعتين الا تلت من الان عم بيقول لي يبدو انه في مشكلة في الصوت، بس قال له انت اتصل لحتى نجرب. انت اتصل ممكن يكون افضل. طيب على كل اني اصدقائي يعني بعد ساعتين الا تلت من هلا راح ابدا بحلقه مثل ما بتعرفوا. اشوف لا الصديق اخي عثمان تسمعني؟ ما في صوت يظهر، في مشكله بالصوت عند الاخ عثمان. ما في صوت اخي عثمان انا اسف كثير يعني ما بعرف في مشكلة بصراحة يظهر مع الأخ عثمان. طيب على كل أنا راح أصدقائي راح يكون عندنا حلقة بعد ساعتين إلا تلت من هلا، وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة بين الإيمان والإلحاد. أنا بتمنى تكونوا معنا وتحضروا كم الأسئلة، خصوصا الأخ عندليب حضرنا كم من الأسئلة يعني تكون كبيرة حتى نقدر نتناقش فيها. وطبعا يعني راح تكون نقاشات حول أفكار المؤمنين حول الملحدين وكيف بيفكروا الملحدين وجماعتنا المؤمنين اللي مفكرين حالهم هن قمة العلم وللأسف الشديد لم يقرأوا كتابا. طيب تمام اخوي عثمان انا راح اتصل فيك بعد الحلقه ونشوف. اشكرك اخوي بالحكم
وإلنا لقاء أكيد يوم الخميس في آيات إرهابية إذا في عنا شيء لسه. في طبعا آية واحدة عندنا بعد آيتين واحدة قصيرة والأخيرة جدا مهمة، هي الزبدة مثل ما يقول. نتمنى الأخوة يتابعوها، وأشكرك أنه أتحت لي هذه الفرصة اليوم. العفو حبيبي العفو. أشكركم أصدقائي، وطبعا أصدقائي لا تنسوا تشتركوا بالقناة لأنه كتير مهم، وكتير مهم أنه تساعدونا بتوزيع القناة حتى تصل أكبر عدد من الأصدقاء. مثل ما بتعرفوا قناتنا جديدة والقناة القديمة سكروها، ف يعني أملنا فيكم أصدقائي. شكرا لكم، وألقاكم بعد ساعة ونص من الآن تقريبا، بعد ساعة ونص من الآن، فخلوكم معنا. وأتمنى من الأخوة ملحدين ومؤمنين أنه يسجلوا أسئلة ويبعثوها. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.